السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا مقطع كامل عن تركيب بديل الرخام على السيراميك او ازاي تركب بديل الرخام بين وحدات المطبخ. الفيديو ده قريبا يتخطى 500,000 مشاهدة، وجالي اسئلة واستفسارات كتير على رابط المقطع اللي حضراتكم شايفينه ده. هسيب لك الفيديو كامل في اول تعليق مثبت. جالي اسئلة كتير واستفسارات عن بديل الرخام، هل الطريقة امنة من حيث الغاز والنار الموجود بالمطبخ، وهل مقاوم للماء؟ طيب هل ممكن نستخدمه على سور خارجي معرض للشمس والمطر؟ طيب ايه هي الخامة اللي مصنوع منها بديل الرخام، وهل ممكن نستخدمه على الارضيات وايضا في بيوت الاستحمام؟ كل دي اسئلة واستفسارات واكثر من ذلك على المقطع، اكيد التجربة خير دليل. مقطع تركيب بديل الرخام على السيراميك كان عندي انا شخصيا في البيت، وكانت اول تجربة ليا في تركيبه على السيراميك. وبعد مرور 5 شهور من تركيب بديل الرخام مفيش اي نتيجة سلبية من ناحية الماء والحرارة والزيوت والابخرة. طيب الان احنا عايزين نعمل نموذج عملي على قطعة من بديل الرخام ونشوف هل هيتأثر معنا بالماء وحرارة الشمس وايضا حرارة الغاز. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعم المقطع ده بالاعجاب وصل على رسول الله في تعليق، لان الاعجاب والتعليق بيساعد في انتشار المقطع علشان يستفاد منه اكبر عدد من المشاهدين. ما تنساش تشترك في القناة لو عجبك المحتوى، واعمل شير علشان غيرك يستفاد من فيديو النهاردة. جبت بستلة دهان فاضية او وعاء فاضي وحطيت فيه جزء مناسب من الماء، وبعدين جبت جزء من بديل الرخام ده كده بديل الرخام، ببدأ اشيل الطبق اللي عليه البلاستيك، وبعدين هنضع الجزء ده في الماء وقت كافي، وبعدين نشوف مع بعض هل هيتأثر معنا بالماء، ده اللي هنشوفه مع بعض. بعد مرور 10 ايام بدأ الماء لونه يتغير زي ما شايفين مع بعض كده، وقطعة بديل الرخام لسه زي ما هي مفيش فيها اي تأثير. حتى لو نشوف مع بعض الغبار لزق هنا فقط مفيش فيها اي تأثير. يعني انا صورت المقطع ده تقريبا من 10 ايام فاتوا، والى الان مفيش اي نتيجة سلبية على القطعة دي. تمام، هنا احنا كنا سايبين الغلاف، حتى الغلاف ما تأثرش معنا. قطعة بديل الرخام سمكها 3 ملي، مصنوعة طبعا من ألواح البي في سي، يعني ما بتتأثرش بالماء. تمام كده، أظن كده التجربة خير دليل إن القطعة دي ما فيش فيها أي تأثير، حتى اللمعة اللي موجودة في بديل الرخام زي ما هي. تمام كده، انا سيبت القطعة دي في الماء، وايضا كان بيجي هنا شمس. تعالوا مع بعض كده ناخد جزء من القطعة دي ايضا ونحطها على الشمس لوحدها مستقلة، وبعدين نشوف مع بعض النتيجة خلال 24 ساعة. خدنا جزء كده من بديل الرخام اهو وحطناها تحت درجة حرارة الشمس، هنسيبها كده تقريبا 24 ساعة او يومين، وبعد كده نيجي نشوف مع بعض النتيجة. طبعا انا شلت الغلاف اللي موجود على القطعة علشان نشوف النتيجة مع بعض. بعد ما حطينا القطعة مع بعض، تعالوا مع بعض كده نشوف الجبل اللي هناك ده. ده جبل احد، الجبل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه. اسأل الله ان يرزق كل مشتاق هذا المكان. بعد مرور 24 ساعة القطعة زي ما هي زي ما وضعتها في الشمس. تعالوا مع بعض كده نعمل تجربة تانية، وان احنا ناخد الجزء ده على الغاز ونشوف هل هيتأثر معانا ولا لا. كده اقدر اقول لك ان انت ممكن تستخدم بديل الرخام للسور الخارجي اذا كان معرض للشمس وايضا معرض للمطر. تعالوا مع بعض كده ناخد جزء من بديل الرخام ونحطه على الغاز ونشوف النتيجة.
كده اقدر اقول لك ان بديل الرخام ماهوش معرض للاشتعال، هو فقط بيبدأ يسيح لان هو من خامة البي في سي. كده مع بعض مفيش اي اشتعال للقطعة، يعني لو نلاحظ مع بعض بدأت القطعة تسيح فقط. طبيعي انت لو بتركب بديل الرخام هيكون بعيد عن الغاز فمش هيتأثر معاك على المدى الطويل، اما لو انت مقربه جدا للغاز هيبدأ يتأثر زي ما شفنا مع بعض كده. دي القطعة اللي حطيناها في وعاء فاضي وحطينا عليها ماء تقريبا 10 ايام ومفيش فيها اي تأثير زي ما حضراتكم شايفين كده باللمعة بتاعتها، ودي القطعة اللي حطيناها في الشمس تقريبا 24 ساعة مفيش فيها اي تأثير تمام، ودي القطعة اللي عملنا بيها اختبار على الغاز مفيش فيها اي مشكلة الا لو قربنا بديل الرخام للغاز طبعا هيبدأ يتأثر معانا بس ماهوش معرض للاشتعال. زي ما وضحت ليكم لو الجزء ده بعيد عن الغاز تقريبا بمتر او ب30 سنتي او 40 سنتي مش هيبقى فيه اي تأثير. دول ايضا الوان مختلفة من بديل الرخام، يفضل لو هتركب بديل الرخام على السيراميك انك تجيب نوع جيد جدا لان في السوق موجود اشكال وخامات مختلفة تمام كده. طيب هل ممكن نركب بديل الرخام على الارضيات؟ لا لا انصح ان انت تستخدمه على الارضيات لانه ضعيف 3 ملي فقط فهيكون معرض للاحتكاك والانكسار تمام كده. تقدر ايضا انك تركب بديل الرخام على الحوائط المدهونة سابقا او الحوائط اللي بدون لياسة او بدون معجون، تقدر ايضا تعزلها بدهان بلاستيك فقط او دهان مائي وبعدين تلزق الالواح دي على الجدار مباشرة تمام كده. المقطع ده هسيبه لك كامل ايضا في اول تعليق مثبت مع فيديو بتركيب بديل الرخام على السيراميك. لو في حاجة مش واضحة نشوفها في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ده كان موضوع فيديو النهاردة، أتمنى أكون أفدتك من خلال فيديو النهاردة ووضحت لجميع الأسئلة والاستفسارات اللي جات لي على بديل الرخام على السيراميك. دعوتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. ما تنساش تدعم المقطع ده بلايك عشان يوصل لغيرك، واشترك معنا في القناة لو حبيت، واعمل شير علشان غيرك استفاد من فيديو النهاردة. ما تنساش تصلي على رسول الله في تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.